مؤتمر أمتك مينا هو يركز على التقنيات الناشئة، وبالتالي بنشوف نظرة للمستقبل بقطاعات مختلفة مثل القطاع الصحي، قطاع المدن الذكية، شو حيصير بمدننا بالمستقبل وكيف التكنولوجيا عم تساهم بهذا الموضوع، كيف استعمالات البيانات والذكاء الاصطناعي رح يأثر على مستقبل العمل والوظائف الأتمتة، كيف حتأثر على هذا الشيء، أو حتى على الخبرات الموجودة، كيف نحن منعيد تأهيل الكادر ضمن الشركات بظل دخول الأتمتة والذكاء الاصطناعي. جائزة مبتكرون دون 35 هي جائزة عالمية، وهي هدفها تكرم الناس يلي عم يعملوا فعلا، بجوز هلا ما يكونوا اسماء معروفة جدا بس عن مستقبل قريب هن اللي فعلا رح يغيروا الطريقة اللي نحن بنشتغل فيها اللي نحن بنعيش فيها. ابتكارنا هو عبارة، نحن فتحنا ستارت اب اللي هي اول شركة روبوتكس بالشرق الاوسط. شركتنا بتعمل ديفلوبمنت للروبوتس، واكيد دبي هي السنتر لهيدا التطور بالعالم العربي. نحن مقتنعين ومؤمنين انه من دبي رح نقدر نطلع عالميا لانه بلشنا من دبي. المؤتمر ده مهم جدا جدا في المنطقه العربيه، هو بيشجع الباحثين بالذات الاصغر سنا، يعني بالنسبه للمسابقه بتاعت مبتكرون دون 35 سنه، انا بحثي عن الميكروبات اللي عايشه في اعماق البحر الاحمر. احنا عندنا عينات من تحت الميه من اعماق لحد 2200 متر، ده عمق كبير جدا، والميكروبات هناك بتعيش تحت ظروف قاسيه جدا. الميكروبات دي قادره انها تدينا مضادات للبكتيريا، انتي بايوتكس، تقدر تدينا انتي بايوتكس جديده، وتقدر تدينا برضو حاجات تعالج السرطان.